نبدأ مع حضراتكم أهم عناوين حلقتنا النهاردة. الأهلي يجري رابيد تيست، فحص طبي للشيخ وأجاي غدا، وليد سليمان يغيب عن مباراة الترسانة، قمة ساخنة بين ليفربول والأرسنال، فيفا يحتفل بإنجاز رونالدو الجديد وتسجيله 450 هدف. من جديد ويمكن زي ما عودنا حضراتكم بنبدأ بأخبار الأهلي، وبنقول أنه لاعيبة الأهلي النهاردة أجروا تحليل الرابيد تيست قبل انطلاق طبعا التمرين الصباحي، وده استعدادا لمواجهة الترسانة اللي قلنا أنها يوم الأربع ضمن منافسات دور الستاشر بمسابقة كاس مصر. طبعا الجهاز الفني بقيادة ريني فايلر أجرى تقسيمة قوية للاعبين في التمرين الصباحي النهاردة، وكمان توماس بينكل مخطط الأحمال بالجهاز الفني قاد تدريبات بدنية قوية جدا للاعبين في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة الترسانة. وسويسري ريني فايلر هيعلن قائمة مباراة الترسانة بكرة بعد انتهاء التمرين الرئيسي، وبعدها هيدخل الفريق معسكر مغلق استعدادا للمباراة. كمان كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة كان في جلسة بينه وبين سويسري ريني فايلر على هامش تمرين الفريق الصباحي للحديث طبعا عن بعض التحضيرات الخاصة بمباراة الترسانة. يمكن يا أحمد لما شفنا صور التدريبات لاحظت يعني زي ما نقص في وزن صالح جمعة ملحوظ جدا، يعني الواضح ان اللاعب هيبقى جاهز جدا باذن الله الفتره اللي جايه. نتمنى طبعا يعني لصالح قبل اي حاجه ثانيه طبعا. يعني 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 مش بس بتكلم لانه صالح لعيب في النادي الاهلي، لكن لانه كمان صالح لعيب كويس عنده امكانيات احسن سنين عمره بتعدي عليه. دايما بقول لك انه كواليتي مش موجوده في لعيبه كتير في مصر، ودايما الاصعب دايما بقول لك انه اي مهاره في كره القدم من الممكن جدا انك تكتسبيها. يعني لما بنتكلم على لعيب زي رونالدو ده من ناحيه الموهبه الفطريه ما عندوش كتير، ما تقدريش تحطيه في نفس الخانه مع مواهب كتير زي زيدان وكانتونا ورونالدينيو والموهبه الفطريه دي. لكن الراجل اشتغل على نفسه بشكل كبير وطور من قدراته ومستواه لغايه ما اصبح واحد من اهم اللاعبين على مدار التاريخ، ويمكن احنا معانا رقم جديد بيحققه رونالدو النهارده اللي مصمم على كسر الارقام القياسيه 450. عشان كده بقول لك انه انت ربنا مديك الصعب، ربنا مديك النادر، اشتغل على نفسك، اشتغل على نفسك عشان نفسك قبل اي حاجه تانية. يعني مش بكلم كده، يعني انا زي ما قلت لك انا على يقين تام، يعني دي ده مشوار كبير ورحله عمر. انه باسماء او بدون اسماء الاهلي مسيره البطولات والنجاحات لا تتوقف، والاهلي عمره ما وقف على اكبر اسماء لعبت ليه في تاريخ الكره المصريه. يعني مش عايز اقعد اكرر الكلام ده كتير جدا، لكن انا بكلم على صالح لانه بجد هو صعبان عليا. انك تبقى عندك امكانيه انك تعمل لنفسك ولناديك ولبلدك كتير وتبقى المشكله في المقام الاول عندك انت. انا بتكلم احنا فايلر عشان الناس برده ما يبقاش مستر فايلر شمعت صالح، هنتكلم على اربع او خمس مواسم قضاهم صالح في الاهلي، جماهير الاهلي ما حسيتش بصالح. فبالتالي بقول لك يعني عشانه هو قبل اي حاجه تانية انه ما فاضلش كتير. اعتقد يعني ان هو مستوعب ده يا احمد، ان هو الفتره الجايه هنشوف صالح جمعه مختلف. لا انا بقول لك لما شفت صور التدريبات فيه فعلا ملحوظ جدا انه وزنه قل بشكل كويس بشكل ملحوظ، واعتقد باذن الله انه الفتره الجايه هيتالق مع الفريق، واكيد هو سامع كل الرسائل دي، سامع كل الناس بتقوله له، سواء اللاعبين اللي دايما بتوجه له رسائل انه قد ايه الاهلي محتاجه وقد ايه هيتالق مع الاهلي الفتره اللي جايه وقد ايه وجوده بحالته اللي احنا عارفينها صالح جمعه هيفرق جدا مع الفريق وهيضيف له هو شخصيا زي ما انت قلت. نجوم فرقتنا لو كلهم في حالتهم انا بيتهيالي ما عندناش اي قلق من اي نوع سواء في بطولة أو في مواجهة مع أي فريق، وده اللي بيشتغل عليه الجهاز وبيسابق الزمن. عندنا مشاكل كبيرة جدا في فكرة الإصابات والتأهيل والدخول في الفورمة مرة تانية، وبالمناسبة احنا معنا فقرة مهمة جدا، يعني النهاردة الحقيقة هنتكلم على فكرة ملف الإصابات في النادي الأهلي والتأهيل والعلاج الطبيعي. هيشرفنا الدكتور محمد وفائي مسؤول علاج الطبيعي في النادي الأهلي، ودكتور عبد الرحمن مسؤول التغذية في الجهاز الفني أيضا هيشرفونا في فقرتنا الحوارية. خلينا نروح لبقيه اللعيبه الحقيقه، كمان خلينا نقف مع الشيخ وجونيور اجاي. الحقيقه الاثنين لعيبه دول اللي كل ما نحس ان هم يعني بيقربوا يبقوا فورمه او الى حد ما مستواهم بيتطور بيجي تاني يحصل فيه دروب داون او يحصل تراجع بشكل من الاشكال. اجاي والشيخ تحديدا هيخضعوا لفحص طبي بكره ان شاء الله بسبب ان هم الاثنين بيشتكوا من
حالة إجهاد. النهاردة الشيخ وأجاييه اكتفوا بأداء جلسة تدريبات بدنية واستشفائية في الجيم، وده كان على هامش مران الفريق النهاردة الصبح. وكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قال إن الثنائي لم يشارك في التدريبات الجماعية بسبب شكوى الشيخ من إجهاد عام، بينما إنه جونيور أجاييه بيعاني من إجهاد عضلي. وأوضح كابتن سيد عبد الحفيظ إن الثنائي هيخضع لفحص طبي قبل انطلاق المران المسائي غدا، عشان تتحدد على أساس أو يتحدد على أساس الكشف ده إمكانية إن هم يلحقوا بالفريق في ماتش الترسانة المقبل إن شاء الله. يمكن كمان زي ما قلنا لحضراتكم في العناوين إن وليد سليمان تأكد غيابه عن مباراة الترسانة، وده بعد ما كان بيشتكي من آلام بسبب كدمة في الضلوع، وده قبل انطلاق التمرين الصباحي. يعني يمكن وليد سليمان خضع للفحص قبل انطلاق التمرين، وقرر الجهاز الطبي إن هو يمنحه راحة علشان يتعافى من الكدمة دي. واكتفى في التدريب يعني وليد سليمان بأنه هو يؤدي التدريبات البدنية والاستشفائية في الجيم، وما شاركش في التدريبات الجماعية. نتكلم على طبعا كابتن وليد، الحقيقة مشوار يعني مشوار أعتقد أنه هو شخصيا بيعتز بيه، والجماهير الأهلوية بتعتز جدا بكابتن وليد سليمان. اللي الحقيقة يعتبر، أنا مش بكلم على السيزن ده، أنا بكلم على المشوار كله، بكلم على مشاركات وليد في تحقيق كتير من البطولات للنادي الأهلي. وهنا بتفرق كتير جدا باللاعب بيشارك في تحقيق بطولة، ولاعب مؤثر، ولاعب صاحب دور فاعل، ولاعب حاضر في وقت لما تكون فرقته في احتياج شديد جدا ليه. ده بالتحديد كابتن وليد سليمان، واللي ما زالت حقيقة مسيرة عطائه للنادي الأهلي والجماهير النادي الأهلي مستمرة لغاية يومنا هذا. ونتمنى ونراهن على وليد إن شاء الله في كمان البطولات اللي جاية.